شاكر ومقدر، جزاكم الله خير، ربنا يجعل هذا الكلام الطيب في ميزان حسناتكم. طبعا في الداخلية في واحد سألني سؤال، قال لي ربنا سبحانه وتعالى هو يعني بيخلق الإنسان، بعد ما خلق الإنسان وقدر عليه أعماله وفي النهاية ليه بيحاسبه؟ وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفعلوا بالخير تجدوه. طيب بما أنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقدر عليه أعماله، ليه بيحاسبه في النهاية؟ وفي الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفعلوا بالخير لتجدوه، ممكن أنا أكون في بطن أمي مكتوب لي يعني أنه أكون شقي، طيب أتفعل بالخير ليه؟ جزاكم الله خير. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، السؤال ذا جماعة الذكر أخونا ذا بيتبادر لأذهان الكثيرين وهو من عمل الشيطان، يعني أخونا ذا جزا الله خير والزول سألوا جزا الله خير، يعني ما بنقول هن قصدنا الشر بل العكس، والزول لا فيه خير لأنه جاي يسأل شنو عشان الجواب صح ولا ما صح، داري عارف المشكلة يحلها، لكن أنا بقول السؤال ده عام كذي بيتبادر لأذهان الكثيرين، ما قصدي سائل، بيتبادر لأذهان الكثيرين إنه ليه الله اكتب علينا الشر ويحاسبنا بشنو؟ بالشر ويعذبنا سبحانه وتعالى، بيتبادر إلى أذهان الكثيرين. وأولا هذا الأمر قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، دي واحد. اثنين يا جماعة، ما هو الظلم؟ احنا ماذا نسأل الظلم ده شنو؟ الظلم إما النقص أو أن تأخذ حق فلان فتعطيه لفلان، أو أن تأخذ حق فلان أن تأخذه أنت بغير رضاه، صح ولا ما صح؟ أنا الليلة شلت شنطة تخينة ده وما راضي، أنا ظلمته، لكن ده موبايلي خدت في الكرسي ده جيت شلته، ظلمت زول ما ظلمته؟ الإنسان ده ملك لمنو؟ ده سؤال. الإنسان ملك لرب آخر وعذبه الله تعالى أم أنه ملك لله سبحانه وتعالى؟ ده مش سؤال، الجواب الإنسان ملك لله والله تعالى هو الذي خلقه، أشكي رب العزة والجلال خلقك، طالما هو خلقك أصلا ما يوصف الظلم، ليه؟ لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. أنت عشان تفهم المسألة دي بفهم بسيط، أنا الليلة في ما في حاجة اسمها موبايل، جيت صنعت الموبايل ده، بعد صنعته خطيته في الشاحن، طيب بعد جيت شلته كسرته هرسته، أنا ظالم؟ أنا يا جماعة جاوبوني بارك الله فيكم، ظالم؟ ما ظالم، لكن شلت موبايل ده شلته كسرته، ظالم ولا ما ظالم؟ ظالم. أنت خلقك منو؟ الله. كنت عدم زي الموبايل ده، كنت عدم، الله سبحانه وتعالى عذبك، ظالم. لكن لو في خالق تاني خلق الإنسان والله عذبه سبحانه وتعالى، بالفهم ده يعني، بالفهم ده، خلي باقي التفصيل هنا، ممكن الإنسان ده يقول شنو؟ يقول أنا ظلموني، لكن هو خلقك سبحانه وتعالى، يفعل فيك ما شاء، دي أول نقطة أنت أفهمها. النقطة الثانية، رب العزة والجلال لا يظلم، ليه لا يظلم؟ لأن الظلم صفة نقص، وهو سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص. الحجة الأولى دي بعض أهل العلم احتج بها، وبعضهم قالت بها طائفة، يعني من الطوائف التي تريد أن تدافع، حتى لو ما قالوا بأهل الحق، إنه طالما ملك فذا أصلا ما في ظلم. الحجة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، الله أصدق القائلين، ومن قوله سبحانه وتعالى أنه قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله ما بيظلم، وقال تعالى في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي في صحيح مسلم من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى آخره. فالله ما بيظلم، دي نقطة أنت أفهمها. طالما أنت بتصدق إنه الله سبحانه وتعالى كلامه ما فيه كذب، والله أخبرك إنه ما بيظلم. ثلاثة، النقطة الثالثة ودي مهمة، أن الله سبحانه وتعالى لما كتب على فلان أن يفعل الذنب أو كتب عليه الشقاوة لم يكتب هذا عبثا، وإنما كتبه بعلمه سبحانه وتعالى أنه سيفعل. الله ما سايب بس كده، قال ديل سعادة وديل أشقياء وديل بيعملوا عمل أهل السعادة وديل بيعملوا عمل أهل الشقاوة، لا، وإنما بعلمه المسبق سبحانه وتعالى كتب هذا الأمر. وبعد أن كتبه لا يعذب العبد حتى يفعل هذا الذنب، أول شيء كتبه بعلمه، ما ظلم ساي، يعلم إنك بتفعل شيء الفلان، وبعد كتب ما بعذبك إلا لما تعمل. لله المثل الأعلى، زول أستاذ بدرس ناس، درسهم في فصل ودرسهم أستاذ، قال محمد ده في الفصل ده فصل ساتة، محمد ده بينجح وبيجي الأول وبيجي السابعة، وعمر ده ما بينجح ده بيجي الطيش وبيقعد فيه ساتة، دي ده علمه وواجه به والناس، قال لهم ده بينجح وده ما بينجح. والنتائج عند الأستاذ ده لو طوالي قبل أي امتحان وقبل أي شيء طوالي وده ده سابعة وده قعدوا في ساتة، يكون ظالم ولا ما ظالم؟ ظالم. قام خلاهم لما جات الامتحانات، وقبل الكلام ده ما بنساي، لأنه زول ده بديهم أسئلة وبيدرسهم، ومن خلال الأسئلة دي بقيم الطلبة، ده بينجح ده ما بينجح إلى آخره. بعد ذاك جات الامتحانات ونزلوا الامتحان وكتبوا، ده كتب محمد وده عمر ده كتب، وشال الأوراق وصح على الامتحان، وفعلا ده جاء الأول ومشى سابع، وفعلا ده سقط لأنه بليد وقعد في ساتة، كذي ظلم، أعلن لهم قال لهم ده الأول وده الطيش، ظلم ما ظلم. الله سبحانه وتعالى كتب فلان شقي، ما مجرد ما كتبوا بس ولدوا كذي طوالي النار، لا، أول شيء كتبوا ما ظلم لعلمه سبحانه وتعالى، وبعد كتبوا ما عذبوا، خلى لما عمل شنو تركه حتى فعل هذه المعصية ثم حاسبه بها سبحانه وتعالى. فأفهم الكلام ده، رب العزة والجلال قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. والمسائل دي في النهاية كما قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، قال القدر سر الله تعالى، هذا الذي قلناه ما نعلم، وقد يكون فيه من الملاحظات ما فيه، لكن الذي لا نعلمه أعظم وأكبر، وحجة الله أقوى وأعظم. فرب العزة والجلال لا يظلم أحدا، وإنت في النهاية مؤمن، الواجب عليك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أما كونه إنت وبقية أركان الإيمان وبقية شعب الإيمان والإسلام، أما كونه إنت تتفائل لأنك إنت ما بتعلم الغيب، لأنه يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث السابق القبيل ذكرناه في البخاري ومسلم، قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث ده برضو فيه فائدتان إضافة على ما ذكرنا. الفائدة الأولى إنه يا جماعة الزول اللي بيعمل العمل الصالح ده ويدخل النار، ابن عثيمين قال جاءت رواية أخرى بيّنت، أي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهره ده زول خير لكن هو يبطن شنو الشر، والله تعالى مطلع على شره فيموت على سوء الخاتم. والثاني ده اللي بيعمل عمل الشر والله كاتبه سعيد، في النهاية هو في ظاهر الناس عند الناس هو رجل شر،
زي أهل الضلال بيشوفوا أهل الحق على ضلال وبيشوفون أهل شر، أو هو الرجل ده ما قاعد يظهر للناس الخير، ما بيظهر لهم الخير والعبادة السرية التي بينه وبين الله أو العبادة الخفية التي بينه وبين الله تعالى. بعدين لما نجي الموت الله سبحانه وتعالى يعني يتوفاه على خير، والزول ده يموت على حسن الخاتمة لأنه يسر الخير في نفسه ويتوب، أو لو كانت عنده معاصي يتوب في آخر عمره. فده الموضوع. أول شيء رب العزة والجلال ما بيظلمك، ولو أنت فيك خير حتى لو بعد حين الله بنجيك سبحانه وتعالى ويرحمك. فإنت أصلح ظاهرك وأصلح باطنك وتفاءل خير، وإنت ما بتعلم الغيب، إنت ما عارف نفسك. هسه أنا ما عارف نفسي شقي ولا سعيد، أقعد أعمل بعمل الخير ولا عمل الشر؟ أنا ما عارف نفسي ببقى لقدام غني ولا فقير؟ بقوم بخش السوق بتفاءل خير واشتغل وادعب وعرق واركب بيجاي موتر وبيغادي عربية وبيجاي ركشة وعتل بيجاي. أنا ما عارف نفسي، يمكن الله كاتمني فقير، لكن في النهاية أنا بسعى. بعد ذاك لو ما جاني الرزق هل أنا داير؟ والحمد لله وانت تشكر، ولو جاني أنا سويت السبب. انت الليلة أنا وانت واخونا ده وغيرنا وقبيل السائل السائل ذاته ما عارف نفسك انت شقي ولا سعيد، يمكن انت عند الله أسعد الناس من أسعد الناس. انت تعمل بالخير وترجو رحمة الله وتحسن الظن بربك انه ما بيظلم زول سبحانه وتعالى، فالله بنجيك تعمل بعمل الخير. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا. في زول سأل عن قبيل البكاء في الصلاة إلى آخره. البكاء في الصلاة بجوز، كونه انت في الصلاة خشعت لما بكيت لله سبحانه وتعالى ده بجوز، حتى لو نزلت منك دموع إلى آخره وفي صدرك وفي بطنك فبجوز، يعني كونه انت تبكي ده بجوز. رب العزة والجلال قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بسم الله، الحمد لله،